قاعد في البلكونه، وبعدين قبل ما تجيني جلطات، فبقول يا رب كل اللي يجيبه كويس. كنت بطفش ساعات من المستشفى اروح اقعد في البلكونه عندي في كل اللي تجيبه كويس، اي حاجه اجيبها نقابلها. فلما جاتني الجلطات وخدوني بالاسعاف، فلقيت كان معايا سمير بن خليفه، لقيته بيبكي والناس اللي في الاسعاف بيبكوا وبتاع. انا رحت ضحك، قلت سبحان الله، لاني افتكرت الكلام اللي انا كنت بقوله في البلكونه، ان انا بقول ربنا كل اللي تجيبه كويس، فمخي يجيب لي ايه؟ يجيب لي عبد السلام النابلسي في فيلم شارع الحب، وهو بيقول يعني ابسطها يا رب، يعني اديني مش عارف ازاي. فراحت زينة صدقي رمي عليه ملوخيه، فقال له ما تبسطهاش قوي كده. فانا في لحظه ما كنت في عربيه الاسعاف، والله ده حاجه غريبه جدا، ووش عامل كده، فلقيت نفسي بفتكر اللقطه دي فبضحك لدرجه الراجل بتاع الاسعاف الراجل ده بيضحك ازاي. وبعدين ابتدى افكر في نجيب الريحاني وحسين رياض، ان شكله حسهم ما كانش كده. فبقى اول ما دخلت على الدكاتره وهم مذهولين من شكل الظهر كان غريب، فقلت لهم انا هعمل مرحله تانية في الادوار بقى، لان صوتي متغير وشي متغير. كنت عارف ان الناس ان انا بمثل وبروح، انما الحب بالطريقه دي انا كنتش، انا ما كنت يعني بكيت لاني كنت بشوف حاجات. يجي واحد مثلا من الصعيد يقول انا عاوز اتبرع بكليه لاحمد زكي في المستشفى، فيقولوا بس ده مش عيان بالكلى، يقولوا طب خدوا اي حاجه. فالمستشفى تطلع تقول لي يعني بنت عاوزه تتبرع لي بكليه برئه، فدي حاجات كانت بتزلزلني، دي بقى اللي بتخلتني اقاوم اكتر، بقيت يعني بقيت اتاثر قوي 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 يعني. فربنا يخليهم ليا.